أتوجه لجميع المصريين الوطنيين المخلصين اللي بيحب بلدهم، اللي نزلوا يوم 30/6 وحطوا خريطة المستقبل اللي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 3/7. أدعوهم جميعا للنزول يوم 14 و15. مفيش حد يتخلف، اللي هيفرط في صوته كأنه بيفرط في وطنه. هناك صراع ما بين إرادتين، إرادة بيمثلها الشعب المصري كله اللي نزل يوم 30/6، إرادة تطلب الاستقرار والتقدم والتنمية، وإرادة أخرى عايزة تعيق خريطة المستقبل، مش عايزة استقرار البلد. الشعب كله مصري، كل الشعب المصري يتحرك إن شاء الله من الصبح يوم 14. محتاجين حشد، كل واحد يبدأ بنفسه وبأسرته وبجيرانه وأصدقائه، ونشجع بعض ونروح على اللجنة ونقف ونصبر وما نزهقش ولا نكل ولا نمل وما نمشيش أبدا إلا لما كل واحد فينا يدلب صوته. عايزين نوصل رسالة قوية ونقول فيها للخارج والداخل إن المصريين مصممين ومصرين على إنجاز خريطة المستقبل والتقدم للأمام نحو الاستقرار والتنمية إن شاء الله. ده اللي أقدر أقوله، وأنا أعتقد إن كل مصري حريص على بلده وحريص على صوته لازم يوصله ويحطه في الصندوق ونقول جميعا نعم للدستور. كل مصري وطني مخلص أنا متأكد إنه هيعمل كده، لأنه ما بيعملش كده لنفسه، ده بيعمل كده للأجيال اللي جاية إن شاء الله. دي الرسالة اللي أنا أقدر أقولها للمصريين جميعا إن شاء الله الفترة اللي جاية.